إيمان، نحن الآن في شارع النصر الذي كان يشهد احتفالات المصريين بانتصار أكتوبر بعرض عسكري كان يمتد بطول هذا الشارع على مقربة منا النصب التذكاري الجند المجهول، وهو الموقع الذي اختارته عدة قوى سياسية وأحزاب سياسية لإعلان تضامنها مع أبناء الشعب الفلسطيني. لو أتيحت، يعني نحن فقط ابتعدنا عن الجسم الرئيسي للمظاهرة حتى نتمكن من الظهور معكم ظهورا مباشرا، ولكن يبدو الآلاف في الخلفية، بينما أيضا على جانبي الطريق هناك المئات الذين يسيرون في تظاهرات فرعية يؤيدون فيها دعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني، يعلنون فيها رفضهم لاعتداءات الإسرائيليين على أبناء قطاع غزة، ويؤكدون أيضا على دعمهم للموقف المصري الرسمي الذي يرفض سياسات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يرفض المساس واستمرار القصف الإسرائيلي لأبناء قطاع غزة، ويطالبون بتوفير كل أشكال الدعم ووصول المساعدات الإنسانية الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا المشهد إيمان، هناك العديد من المواقع في القاهرة وفي غيرها من المحافظات، على الأقل هناك نحو 25 مدينة تشهد تظاهرات حاشدة بعد أداء صلاة الجمعة وأداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين، والمطالبة هنا يعني تنسجم مع الدعوات الرسمية. إذن يمكن التفريق بين يعني أحزاب وقوى سياسية مؤيدة وأخرى معارضة، يمكن التفريق بين ما هو شعبي وما هو رسمي في مصر. الموقف الرسمي يعني يتماهى كثيرا مع الموقف الشعبي. في الأزهر كانت المظاهرة شعبية خالصة بحضور شعبي دون يعني حضور سياسي لأي من الأحزاب. هنا تبدو اللافتات الحزبية سيرت الموقف في هذا المشهد في شارع النصر. على الأحوال، على المستوى الرسمي، وصل قبل قليل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في قمة القاهرة المقرر عقدها يوم غد السبت، بينما كان قد سبقه إلى القاهرة رئيس الوزراء البريطاني الذي سيشارك أيضا في قمة القاهرة التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة يوم غد السبت. فقط لأفتح معك هذا السياق سمير، بما أنك أشرت لهذه القمة المنتظرة بشكل كبير، الإسرائيل قالت أنها لن تشارك، وهل الواضح في هذه المرحلة التمثيل الأمريكي فيها؟ التمثيل الأمريكي حتى اللحظة هو المبعوث الأمريكي ساترفيلد الذي عين من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن كمنسق للمساعدات الإنسانية، بينما هناك نحو 31 من القيادات الدولية والإقليمية إضافة إلى مشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة، الأمين العام لجمعية الدول العربية، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جوزيف بوريل، رئيس المجلس الأوروبي، وكذلك رئيس المندوب الممثل الأعلى للسياسات الأوروبية، وإضافة إلى 31 قائد وزعيم قيادات دول عربية، دول إفريقية، دول أوروبية. الرئيس الفرنسي موجود، المستشار الألماني سيشارك كذلك، رئيس الوزراء الإيطالية، رئيس الوزراء الكندي. هناك عدد كبير من الذين أعلنوا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي دعا عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبدو أن جانبي المشهد إيمان، الجانب الشعبي الذي تمثل في هذه المظاهرات الحاشدة في نحو 25 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء الجمهورية، جنبا إلى جنب مع الموقف الرسمي الذي منذ اللحظة الأولى أعلن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلن رفضه لسياسة التهجير القسري لأبناء قطاع غزة، وأعلن دعمه الكامل لأبناء الشعب الفلسطيني. إذن سواء مظاهرات الشارع اليوم أو مؤتمر القاهرة للسلام الذي يعقد غدا في العاصمة الإدارية الجديدة، يبدو هذا التماسك الشعبي والرسمي دعما للفلسطينيين.